طب يا جدعان تعالوا كده نشرح الحدث على السريع ونتكلم عن الخازوق اللي عملته لعبة اف سي، يعني ففشختنا كلنا بصراحة، يعني فاهم حوار كله قاعد يقول لك مالديني مجاني وزانيت مجاني، وطلع اساسا عشان تجيب واحد منهم انت لازم تكون تاجر مخدرات، ودغري بس كده عشان تجيب النهاية لازم تكون تاجر مخدرات عشان تجيب واحد منهم. اساسا انت عايز 50 نقطة توكنز وانت بتاخد اربعة كل يوم فور فري، انت عشان تجمع ال 50 نقطة دول انت بص المقايضة بتاعتهم اساسا حوار، المقايضة بتاعت اللعيبة بتاعت التوكن، يعني هو بيطالبك ان انت عشان تجيب التوكن دي تعمل المقايضات دي. دخلت على المقايضه ولقيت المتطلبات، المتطلبات يا جدعان كبيره قوي ومتطلبات مليانه حوارات وقصص، في الاخر تجيب 60 توكن. انت عارف انت محتاج كام 60 توكن؟ طب عشان تجيب مثلا مالديني، تعالوا كده نحسبها كده مع بعضينا كده على الرايق على طول، كده على الرايق كده على طول، واللي ما عملش لايك في الفيديو ده يعمل ده لايك، واللي مش مشترك في القناه اشترك، يعني عشان هكمل كده في السلسله اللي احنا بنعملها دي ونكمل في اللي احنا بنعمله. تعمل يا جدعان المقايضه بتاعت مالديني، بص انت محتاج هنا 400 توكن، محتاج 300 و150، يعني بص قول مثلا محتاج لك 1000، محتاج لك 1000 توكن عشان خاطر يعني كام 60، عارف احسب. بس بشكل عام احنا محتاجين اسطوره خاطر نعرف نجيب مالديني او نجيب زانيتي، يعني انت محتاج تصرف كل فلوس اللي وراك واللي قدامك. بس بشكل عام يعني ايه، انت ممكن تحوش اللعيبه بعد كده تجرب الموضوع وتجرب الدنيا هترسى عليه. مبدئيا انت بتلعب بس الديربي ده كل يوم، بتختار يا اتلتيكو مدريد يا ريال مدريد. انا اخترت ريال مدريد عشان قدر ميليتاو، وقدر ميليتاو انضف واحلى. وبشكل عام بتمشي بس في الحاجات دي وتاخد دودك، وبعد ما تاخد دودك بتستفيد، بتاخد ايه، بتاخد واحد قدر ميليتاو وهكذا، وبيفضل يتفتح معاك اكتر من مره، لان هو باين ان احنا هناخده 7 مرات او هناخد حاجات مختلفه 7 مرات. لسه في ديربي الرياض وديربي مانشستر وديربي شمال لندن وسوبر الكلاسيك، وفي حاجات كده طرش طرش في الحدث ده ومليان. طبعا انت بتخلص المهمات اللي هنا بتخلصها عادي، بتخلصها رايق. انا بص خلصتها ما فضلش غير ان انا افوز في مباراه يا اما وجه لوجه او اللي في النجوم التنافسي علشان نولع الكلام بس. وفي بشكل عام في التعاقدات الغامضه، تعالوا نفتحها، تعالوا نفتحها نشوف هيجي لنا ايه. طبعا ما جالناش اي حاجه، جالنا لعيبه ملهاش لازمه. وطيب في حدث كسر القواعد ده، انا ما رضيتش امشي في الحدث ده غير لما امشي معاكم انتوا، فتعالوا كده نستلم الاثنين دوديك ونستلم الحاجات دي كلها، واحنا خدنا هدايا كده كده من اللعبه وشكلها اللعبه لما تدينا مسكران قريبه او حاجه. تعالوا بس نستلم اللعيبه دي كلها ونشوف الدنيا بتاعتها. امريكا ار دبليو بي، مين بقى جه، مين جه، مين على الرايق كده جه. ماشي، لاعب ملوش لازمه 83، وخدنا 2 ايه دوديك حلوين قوي و1000 جوهره وشويه حاجات حلوه حلوه، تمام على الرايق. فاضل بس ايه اخر باكجتين نفتحهم، نبقى نفتحهم النهارده لما نخلص المهمات، بس المهمات ونفتحهم. ومش عارف هل اجيب اكي ولا اجيب 2 ماسكرانو، عشان انا عايز ماسكرانو عشان اطور جينيولا اللي عندي. طب يا رجاله في باكجات في المتجر، في حاجات حلوه قوي ورايقه قوي في المتجر، يعني في بصوا في لاعب مجاني، في لاعب مجاني من 85 ل 86. انا مش عارف هديه ايه ده، يعني في هديه كده لاوروبا هناخدها كده ونشوف الكلام برضو بتاعها هيرس على ايه. تعالوا نفتحها دينا مع بعض يا يعني جدعان، مش عاملين لايك، اعمل لنا لايك كده ويروق علينا كده يا جدعان، انا بفتح معاكم كل حاجه ومروق عليكم الكلام اهو. يلا بينا. ال دبليو مانشستر سيتي شكله جريليش، هو جريليش حلو بس يعني ما انا السيلفر كله مع النسخه العاليه، انا دي بتتباع للاسف ما بتتباعش وملهاش لازمه عامه. الفتره الجايه زي ما احنا قلنا كده احنا نحوش اللعيبه الثمانينات والحاجات اللي زي كده، عشان لو هنشوف هل هنقدر نجيب مالديني ولا لا. بس الفكره كلها ان اللي معاه فلوس هيعرف يجيب مالديني، اللي معاه فلوس هيتعب ويتفشخ عشان يجيب مالديني، بس هيبقى نسخه واحده في السوق تقريبا. يعني ما نزلش كارت اللي بيه المالديني، ما نزلش يا جدعان اي كارت اللي بيه المالديني، يعني اللي هيبقى معاه نسخه المالديني ده هيبقى نسخه كده، نسخه فريده من نوعه بجد والله، نسخه فريده من نوعه اللي بيه كده نازل، لا بيتباع ولا اي حد يقدر يجيبه. تجيبه تطوره ماسكرانه لحد ما يوصل، ده مستو يعني بصراحه ربنا. هل هو الكارت يستاهل؟ اه يستاهل، بس هتصرف عليه دم قلبك، هتصرف عليه اللي وراك واللي قدامك، ومش هيتباع وهيفضل معاك كده حد اخر السيزون تلعب بيه. فكرت جامد وكل حاجه فيه حلوه بصراحه، كارتين بصراحه زانيتي ومالدين. طيب يا جدعان في باكيجات في الرايفلز نزل، وفي حاجات كده نزلت. بصوا في حاجات احنا كنا بنلعبها بالتوكن، في حاجات بصوا شايفين الحاجات اللي احنا قلنا يا جدعان ان احنا نقدر نجيبها، يعني انا قلت لكم العبوا الحدث اللي فات علشان خاطر تستفيدوا حتى لو خلصتوه. ادينا اهو اول المستفيدين، يعني اقدر اخد 300 من الحدث اللي فات، يعني اقدر اخد كام، على احط 500 كلهم، تعال نحط 560 كلهم ونستلم ده. ماشي خدت 100، 100 نقطة لحد 160، 40 اهو يا جدعان. خدنا نقاط، النقاط بتاعة الحدث اللي فات صرفناها واستفدنا بيها بصراحة. برضه نصرف النقاط دي عشان برضه نفتح الدنيا في 60 نقطة. يلا تعالوا نفتح بيهم يا جدعان. ماشي كده احنا ايه الحدث ده ان شاء الله نقفله بدري بدري، ونعمل باكيجات ليه، ونعمل تفتيح باكيجات ليه بس الايام اللي جايه. الفيديو اللي جاي باذن الله يا جدعان هفتح لكم كام باكيج، افتح كده كام باكيج ونشوف الدنيا بتاعتهم. طيب في حاجات ب 6000 وحاجات كده، في باكيجات حلوه ورايقه يا جدعان. طب يا جدعان انا دلوقتي 845 على السيلفر، تعالوا كده نلعب المباراه ونشوف الدنيا كده هترسى على ايه، علشان لو فزنا نفتح قصادها باكيج كده ويا رب الدنيا تسلك وما نخشش ضد اي عيل ابن معرضه ولا ابن متهكه، وربنا يستر كده ونشوف الكلمات ترسى على ايه. ولو وصل لحد اللحظه دي يعمل لنا لايك، يعني ايه بقى هنخلص على طول كده نفتح باكيج، نفتح باكج من الغالي كده. داخلين ضد حمزه، ربنا يستر، بنستر عم حمزه كده ونشوف الكلمات هترسي عليها. هنزل المباراه دي كامله لان انا رغيت كتير، فيعني الفيديو ده هيكون مباراه واحده بس كده وننزلها كامله زي ما هي،
ونشوف الدنيا كده هترسى على ايه، وربنا يستر يا رب، ربنا يستر. داخلين ايه، عايزين نشوف حمزة بقى نظامه، بنيته نظامه، الجيم بلاي بيقولوا حسنوه، داخلين دي كوكو ماني وفرناندو توريس سقراطس ريبري، يعني حاجات كده ايه، حاجات جامدة قوي. انا طبعا ايه تعبان والله العظيم، وبعاني من الموبايل ده، ويا رب الدنيا تسلك يا رب. على الرايق على الرايق، الخطة دي انا بدأت اكرهها قوي يا جدعان. والناس كلها بتلعب عرضيات، والعرضيات اتظبطت اكتر من الاول يا رجاله، يعني العرضيات اتظبطت اكتر من الاول، ده عن تجربه يعني. الناس كلها بتلعب عرضيات، فاهمين؟ بجد دلوقتي الناس كلها بتلعب عرضيات وحاجات طرش كده. اي حد معاه اي لاعب بيلعب عرضيات على الرايق كده يا عم جاد، عاش عاش على الرايق كده يا عم جاد. بس انا عايز اقول لكم ان اي حد بيلعب عرضيات، اي حد خلاص يعني فاهم، العرضيات دي في اللعبه رجعت زي الاول واقوى من الاول يعني بمراحل. هي بتتصد يعني، هي الاول ما كانتش بتتصد، هي دلوقتي يعني الى حد ما ساعات كده اللي بيعمل عليك عرضيه ممكن في بعض الاوقات تتصد، بس يعني في اغلب الاوقات بتيجي. فانت العب عرضيات، يعني اللي يقول لك ما تلعبش عرضيات لا العب عرضيات خلاص. احنا بنخش الرايفلز ده زي ما نكون داخلين برضو ايه بات الريال. بات الريال ده انت ممكن حد يجي يضربك في ظهرك، حد يضربك من ورا، حد يزعلك، فانت بنفس النظام كده العب. وانت خلاص ناويها ان انت تفشخ اي حد، ناويها ان انت تزعل اي حد، اللي يقول لك بتلعب عرضيات مالكش دعوه بيه، العب عرضيات. كل السيلفر بيلعب عرضيات، انضف مصنفين في الدنيا بيلعبوا عرضيات، وبعد كده بيضيعوا وقت. فانا بقول لك يعني الناس اللي هي واخده توب 250 وتوب 50 وتوب 100، دول انجس ناس في الكوكب، دول باكتر يعني، مش كلهم يعني لحد ما، بس يعني في ناس بتلعب عرضيات، في ناس عاشه ونانا والله العظيم، عاشه ده ونانا. فجر بيأذن، عايزين نخلص المباراه دي ونقوم نصليه. والله على الرايق على الرايق، اطلع يلا عاش عاش يا جنيولا، عالرايق جنيولا، عاش عالرايق كده عالرايق كده، تحتفل كده. الله اكبر الله اعظم، بيقدم الفجر. فيعني ايه، بصور لكم الفيديو في الفجر، فيعني ايه ده عزم اللايكه كده، والله العظيم مش نايم مش نايم وتعبان، وبصور لك الفيديو عشان تستمتع وعشان نولع الحكك. عاش. والفيديو بتاع بكره ان شاء الله بتاع ديفيجن رايفلز ان شاء الله هينزل بكره، يعني بكره افتح باكجات الديفيجن رايفلز ونولع بيها الكلام ان شاء الله. افتح اكبر باكيجات وافتح اكتر حاجات، وفي حاجات اللي هي بتاعت الاسبوع دي ممكن نجرب لكم صلاح لو جالنا، الله اعلم هيجي لنا صلاح ولا لا، بس يعني هو جه الناس جه الناس. عاش على الرايق كده على الرايق على الرايق. بقى لنا كام ماتش كده بنخسر وزعلانين. لا انا اخر الاخر البث النهارده مع الشباب كنت متضايق والله، برغم ان الشباب روقوا عليا والله ودعم وعملوا حوارات وبتاع وحاجات كده رايقه في التيك توك كده بتحصل، بس احنا زعلنا يعني، احنا في اخر كام ماتش كده زعلنا والله. دخلنا كام ضد عيل يعني فاهم، يخلوا الواحد يطلع من هدومه، وخصوصا بالتشكيله اللي انا بلعب بيها دي، انا مش حاببها التشكيله دي اللي بلعب بيها، مش حاببها بس شغاله يعني، ممكن تكون غلط من ايه ده، الواد منجسها معاه قوي بس الحمد لله سلكت. ماشي الدفاع بتاعنا، بص بص بيعمل ازاي، بص الدفاع يعني هي بتسلك معانا برضو ماشي، ما حبكش يدخل عليه غير لما الكره تتشات يا عم على الرايق. ماشي نحاول بس ايه، نحاول نفوز، انا عايز افوز والله. كامافينجا كده كده حاطينه ماشي، خلي كامافينجا زي ما هو اللي بيه، وخلي الدنيا كده زي ما هي على الرايق. الواد طلع بلينجهام ونزل ديونج. طب ايه ماشي، انا ممكن اطلع لك جدو، تعالى اطلع لك جدو يا معلم، طلع لك جدو، طلع لك جدو، وننزل ايه بلينجهام. بلينجهام رايق برضه، رايق وحلو ماشي. عايزين، لا مش عايز اخش باتنين، عايز اركز مع الواد ده. رجع ورا براحتك، انا كده كده انا اللي فايز مع الرايق. رجع ورا براحتك مع الرايق، هيعرض استور عاش عاش في ربونج وديابي، بس يعني كان المفروض تطلعوها، مش فاهم انا قفلوا ليه كده، قفلوا ليه كده، مش كان تعبان خالص يا جدعان، تعبان خالص والله العظيم تعبان خالص وعيان. بس بصور الفيديو ده عشان لازم الفيديو ده يتصور، ما ينفعش حدث زي كده ما اتكلمش عنه، وما ينفعش خازوق زي اللي هيحصل في مالديني ده وما اتكلمش عنه. يلا على الرايق على الرايق، انا بزعل انا بزعل انا بزعل، قاعد يعني مش فاهم عدى ازاي والله العظيم، اقسم بالله مقفل دفاع، عدى عدى بالليني تشينش. ماشي هدف حلو، ماشي هدف حلو، تعال نعملها هجوم عشان كده كده كانت معمولة عليا هجوم أصلا. بكره التشكيلة دي يا جدعان، عايز أغيرها وأغيرها قريب أوي. تعالى الرايق الرايق
ماتش صعب وانا مش فايق والدنيا بتاعتي خربانه. تعال تعال على الرايق على الرايق، ماشي خد. حرام دي، حرام دي، المفروض تيجي دي، المفروض. ما انا مش معرفش، عارف الحارس ده ملوش هويه اصلا، المفروض تيجي يعني، مش الحارس ده اللي يصدها منك بصراحه. عاش على الرايق. طيب اطلع كده، تعال انت كده، ماشي تعال انت كده، تعال انت كده مع الرايق، كده مع الرايق مع الرايق مع الرايق مع الرايق. كويس، خلص يعني انا معاش. ماشي اطلع في البنك، ادي لديابي، ديابي بيطلع. انا تعبان قوي يا جدعان والله، لازم شكل فاصل صح، شكل فاصل قوي، تعبان قوي. ماشي جنيولا يرجع لها تاني، عاش ده جنيولا والله، عذبته يا ارهقته، عاش ده ديابي ايه يعني، يعني ايه الشوطه دي؟ ما انا عادل بيك عشان تشوط ار تو، مش تشوطها كده بز رجلك، ايه الخرا ده؟ بس ماشي كويس ان احنا فوزنا المباراه دي بدل العك اللي عمال بيحصل. الواد كان هيرجع علينا بريمونتادا، كان زعلنا، بس احنا الحمد لله عملنا معاه الصح. تعالوا نفتح مع بعض الباكج، تعالوا نشوف بس في الاول كده خدنا كام كاس يعني. هي المباراه الحمد لله انتهت ب 3-2، تعالوا نشوف كده خدنا كام كاس، نفتح بعديها على طول الباكج، خدنا 9500 كاس على الرايق، حلوين قوي حلوين قوي. تعالوا نفوز نفوز وناخد الباكج ده، نفتح الباكج ده نشوف ايه الدنيا. اه اللعيبه ملهاش لازمه، لعيبة ملهاش لازمة. طب نفتح الباكج التاني برضو، لعيبة ملهاش لازمة. ماشي لاعب ملوم وما تعرفوش اسمه ادم، تعالوا نفتح الباكج اللي هو الكبير، شوف الدنيا بس بتاعته ترسى على ايه. مش الرايفلز، مش هنفتح الرايفلز دلوقتي، احنا هنفتح الحزمة الفائقة اللي هي ب 6000 جوار، 6200 جوار، تعالوا نفتحها وان شاء الله كده يجي لنا لاعب حلو ولا حاجة حلوة. في صلاح، في يعني لعيبة جامدة قوي يا جدعان. لو صاحب الحظ ده يا جدعان بالله عليكم يعمل لنا لايك يا رب، كده يجي لنا لاعب حلو يا رب، يعوضني عن التعب بتاع اليوم يا رب ان شاء الله. ووك اوت ووك اوت وان شاء الله على الرايق. بس شكله ده مش الحدث الجديد، اسبانيا وسي ام، عالم غريب شكله، لاعب وحش. باريخو باريخو مليون ونص، كويس مليون ونص كويسين، وعشرة توكن احمر ماشي، شوية لعيبة كده يعني فاهم، قول مليون ونص لارس ماشي خلاص قشطة تمام تمام ماشي على الرايق خلاص، نقفل على كده ونتقابل تاني بعدين يا رجالة. السلام عليكم.